الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما مقدمة رقم واحد إلى البرمجة الخطية أو ما يسمى بحوث العمليات Linear Programming، لموضوع بحوث العمليات أو Operational Research. هذا الموضوع مهم جدا لطلبة الاقتصاد، طلبة المالية، طلبة إدارة الأعمال وطلبة التسويق. بالنسبة لطلبة الاقتصاد مهم جدا لاقتصاد النقل، لاقتصاد الصحة، لاقتصاد التعليم، والاقتصاديات التوريد والتزويد اللي هي Supply Chain Economics. وعلى بركة الله نبدأ. لكن أنبه أحبتي أنني كنت قبل يومين قد وضعت هذا المقطع، لكن وجدت فيه بعض الغموض فشطبته من اليوتيوب، لغيته أو يعني محوته من البلاتفورم لليوتيوب، وها أنا أسجله مرة ثانية بثوب جديد إن شاء الله. الآن كما ذكرت نستعرض بإذن الله تعالى في هذه السلسلة من المقاطع موضوع البرمجة الخطية Linear Programming، LP اختصار Linear Programming. سنبدأ من أبسط الطرق وحتى أكثرها تعقيدا بإذن الله. إذن هذا رقم واحد من سلسلة قد تكون 15 أو 20 إن شاء الله مقطعا. نبدأ بأكثره بساطة كما ذكرت، وهي الطريقة البيانية Graphical Method، ونأتي بواسطة هذه الطريقة على مجموعة من الحالات المختلفة التي تتضمن أولا المسألة ذات الحل الأمثل A unique optimal solution. إذا يعني أول مسألة من مسائل الطريقة البيانية المسألة ذات الحل الأمثل الفريد، بيكون هناك فقط حل فريد من نوعه A unique optimal solution. هناك شكل آخر من المسائل مثل المسألة ذات الحلول المثلى غير النهائية A an infinite number of optimal solution، بيكون عندي عدد لا نهائي من الحلول، وإن شاء الله سأقدمها في المقطع الثاني. ثالثاً المسألة ذات الحل غير المحدد بسموه an unbounded solution، بكون في عندي حل لكنه غير محدد، يعني مش معروف، بنعرف الاتجاه لهذا الحل لكن غير محدد. ورابعاً وأخيراً المسألة التي ليس لها حل no solution. إذن هناك أربعة أشكال: المسألة ذات الحل الأمثل a unique optimal solution، ثانياً المسألة ذات الحلول المثلى غير النهائية an infinite number of optimal solution، المسألة ذات الحل غير المحدد an unbounded solution، وأخيرا no solution أو المسألة التي ليس لها حل. لنبدأ بمثال بسيط يحتاج إلى شيء من التركيز كي نستوعب مكوناته وخطوات الوصول إلى الحل الأمثل الوحيد. إذن سنتناول فقط أولا من الطريقة البيانية اللي هي المسألة ذات الحل الأمثل الفريد a unique optimal solution، ونفترض وجود المعادلة الخطية الآتية مع القيود المفروضة عليه. إن شاء الله في المقاطع المستقبلية سنضرب أمثلة عملية يعني من الاقتصاد، من الحياة العملية الواقعية، وليس فقط على شكل X و Y و Z وعبارة عن رموز مجردة من أي معنى. هنا نحتاج إلى تقليل الدالة minimize دالة Z، هذه الآن الدالة هذه Z تساوي 10x + 5y، هذه هي الدالة التي نحتاج إلى تقليلها إلى ما أمكننا ذلك minimization of z. فإذا هاي z هي ما يسمى الدالة المستهدفة، الهدف من كل هذا العمل هو تقليل هذه الدالة. لكن هناك شروط. الآن هذه هنا st، هذه st اختصار لكلمة أو مصطلح subject to، st subject to اللي هو خضوعا لهذه القيود، يعني نريد أن نقلل قيمة هذه الدالة إلى ما أمكننا ذلك شروطا أو خضوعا، يعني خضوعا لهذه الشروط. هذه الشروط اللي هي أول شرط أوكي، نصف x + y أقل من أو تساوي 20، يجب أن تكون نصف x + y يجب أن تكون أقل من 20، 1.5x + y يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 15. هنا أنا أكرر نصف x + y يجب أن تكون أقل من أو تساوي 20، هنا 1.5x + y يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 15، والقيد قبل الأخير
2x زائد 1.5y يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 30. لاحظوا لي، وهنا من قبيل تحصيل الحاصل يجب علينا أو على الباحث أن يعرف بالضبط ما هو المدى أو الرينج، المدى الذي تأخذه قيم x أو المتغير x هذا عندنا. فهنا افترضنا بأن x و y يجب أن يكون كل واحد منهم أكبر أو يساوي صفرا. أوكي، هذه مجموعة القيود الأربعة، لكن هذا هي قيود بسموها غير سالبة، non-negative constraint. إذن هذه المصطلحات مهمة جدا جدا. هنا إضافة، يسمى المتغيران x و y، هنا x و y، x و y، x و y، x و y، يسمى المتغيران x و y متغيرات القرار، decision variables. مهم جدا أن تتعلموا وتحفظوها عن ظهر قلب. إذن x و y في هذه الحالة في البرمجة الخطية، في operation research أو ما يسمى بخوت العمليات، x و y تسمى متغيرات القرار أو decision variables، وتسمى z كما ذكرت أعلى هنا الدالة المستهدفة objective function باللغة الإنجليزية، أي الدالة المراد تقليلها أو تعظيمها. نتابع، لكن تذكروا الآن بأن المعادلة أو الدالة المراد تقليلها في هذه الحالة z تساوي 10 x زائد 5 y subject to، خضوعا لهذه الشروط، نصف x زائد y أقل من أو تساوي 20، 1.5 x زائد نصف y أكبر من أو تساوي 15، 2 x زائد 1.5 y أكبر من أو تساوي 30، و x و y يجب أن تكون كل واحد منها أكبر من أو تساوي صفرا. نتابع المعادلات هذه ثاني مرة. هنا الخطوة الأولى في سبيل الحصول على حل للمعادلة، نقوم بتحويل اللا متساويات، هذه نسميها لا متساويات ثلاثة، هذه هاي اللا متساوية الأولى، الثانية، الثالثة، وهي طبعا الشرط من قبل تحصيل الحاصل. فعندي اللا متساوية الأولى، ثم اللا متساوية الثانية، ثم اللا متساوية الثالثة، نقوم بتحويل كل واحدة منها إلى متساوية أو متساويات، يعني المتساويات الثلاث هنا نحولها إلى متساويات ثلاثة، من inequalities to equalities، من لا متساويات إلى متساويات كما يلي. الآن هنا المتساويات، لاحظوا لي ما الذي حدث، فقط إنه غيرنا أقل من أو تساوي جعلناها تساوي، أي الآن z تساوي 10 زائد 10x زائد 5y أو 5y، هنا اللي هي الدالة الهدف، لكن اللا متساويات أصبحت متساويات هنا، فنصف x زائد y تساوي 20، عندي 1.5 x زائد نصف y هنا أكبر من أو تساوي 15 أصبحت تساوي 15، وأخيرا 2 x زائد 1.5 y أكبر من أو تساوي 30 أصبحت الآن 2 x زائد 1.5 y تساوي 30. إذن أصبحت حولناها من لا متساويات إلى متساويات. هناك طريقتان لتحديد القيم التي تحقق كل متساوية. ما يعني السؤال هنا، ما هي القيم التي يجب أن تأخذ x و y في هذه الحالة حتى تكون هذه المعادلة حقيقية، يعني صحيحة، طرفها الأيسر 20 وطرفها الأيمن 20، وما هي القيم التي يجب أن تأخذها x في هذه الحالة و y حتى تكون الطرف الأيسر يساوي 15 والطرف الأيمن يساوي 15، وما هي القيم التي يجب أن تأخذ المعادلة الثالثة هنا x في هذه الحالة و y في هذه الحالة بحيث يكون حاصل جمع هنا تساوي 30 تساوي 30. فهناك طريقتان لتحديد القيم التي تحقق كل متساوي على حدة، وهما كما يأتي. الآن سأأتي هنا الطريقة الأولى، بقسم الطرفي كل متساوية الآن على الطرف الأيمن. لاحظوا كل متساوية الآن بقسم الطرفي كل متساوي على الطرف الأيمن. الآن شو الذي مقصود فيه هنا؟ قسمت الآن أطراف هذه نصف، يعني المعادلة الأولى نصف x مقسم على 20 زائد y مقسم على 20 تساوي 20 زائد 20، 20 على 20. فهنا نصف x على مقسم على 20 زائد y مقسم على 20 تساوي 20 على 20، إذن تساوي 1 صحيح. بالطريقة ذاتها نأتي على المتساوية الثانية، 1.5 x زائد نصف y تساوي 15، إذن 1.5 x مقسم على 15 زائد نصف y مقسم على 15 تساوي 15 مقسم على 15 تساوي 1 صحيح. ونقسم أخيرا المعادلة الثالثة، 2x زائد 1.5y تساوي 30، هذه مقسمة على
30 كما هو مبين هنا، 2 مقسم على 30 زائد 1.5 واي مقسم على 30 تساوي 30 على 30 تساوي حصيه. لاحظوا لي انه يعني قمنا بتحويلها الى داله الخط المستقيم هنا، هذه داله خط مستقيم وهذه داله خط مستقيم وهذه داله خط مستقيم. الان بالطريقه الاولى التي يعني ساشرحها هنا باستفاضه وارجو الانتباه لها، نسال الاسئله التاليه هنا: متى تكون المعادله الاولى صحيحه؟ هاي متى تكون هذه صحيحه؟ اي انه نصف x مقسم على 20 زائد y مقسم على 20 تساوي 20 على 20 تساوي على الصحيح. لاحظوا الإجابة بكل بساطة، إذا افترضنا بأن x تساوي صفرا يبقى أنه y مقسم على 20 تساوي 20 على 20، ما الذي يجعل الآن؟ إذن يجب أن تكون y تساوي 20، يعني لا تحتاج. إذن هنا إذا كانت هذه تساوي صفرا يبقى لدينا الآن، لاحظوا لي y على 20 تساوي 20 على 20، إذن y يجب أن تساوي 20، هاي من أبسط الطرق. وإذا كانت y تساوي صفرا، لاحظوا هنا y تساوي صفرا لغيناها، فيبقى عندي نصف x على 20 يساوي 20 على 20. طب ما الذي يجعل يعني نصف x على 20 يساوي 20 على 20؟ إذن يجب أن تكون x تساوي 40. إذا ضربنا يعني عوضنا عن x الآن بأربعين، إذا النصف بأربعين يساوي عشرين، عشرين قسم عشرين يساوي عشرين على عشرين يساوي على الصحيح، إذا X في هذه الحالة تساوي 40. إذا هاي القيم التي تجعل هذه المعادلة صحيحة عندما تكون Y تساوي 20 و X تساوي 20. نكمل عن المعادلة الثانية والثالثة الآن. نسأل نطرح السؤال نفسه: متى تكون المعادلة الثانية صحيحة هاي؟ متى تكون الآن 1.5 X على 15 زائد نصف y على 15 تساوي 15 على 15؟ فإذا إذا افترضنا الآن بأن هذه الآن x تساوي صفرا، هذا يذهب كله صفرا، فيبقى الآن عندي نصف y على 15 تساوي 15 على 15. إذا ما هي القيمة التي يجب أن تأخذها y حتى تكون الآن الطرف الأيسر 15 على 15 يساوي 15 على 15؟ ليس هناك إلا فقط قيمة واحدة اللي هي y تساوي 30. لو عوضنا عن y هنا 30، فبصير 30 ضرب نصف يساوي 15، 15 على 15 يساوي 15 على 15 يساوي 1 صحيح. وإذا كانت y تساوي صفرا، فما الذي يجعل 1.5 x مقسم على 15 تساوي 15 على 15؟ إذن فقط هناك قيمة واحدة وهي أن x يجب أن تساوي 10. إذن هذا الآن الإجابة على السؤال الثاني هنا: متى تكون المعادلة الثانية صحيحة؟ أخيرا، متى تكون المعادلة الثالثة صحيحة؟ متى تكون هنا الآن 2x مقسم على 30 زائد 1.5y مقسم على 30 تساوي 30 على 30 وتساوي 1 صحيح؟ إذا الآن اعتبرنا بأن هنا كل هذه x أصبحت صفرا، فيبقى عندي هنا في الطرف الأيمن من الجزء الأيسر من المعادلة 1.5y على 30 تساوي 30 على 30. إذن ما هي القيمة التي يجب أن تساويها y هنا حتى تصبح 30 على 30؟ ليس هناك إلا قيمة واحدة وهي y تساوي 20. لاحظ الآن إذا ضربنا أو عوضنا محل y ب 20، 20 في 1.5 تساوي 30، مقسم على 30 تساوي 30 على 30 تساوي صحيح. وإذا الآن y تساوي صفرا، تلاحظوا أحبتي، إذا y تساوي صفرا، فما هي القيمة التي تجعل 2x على 30 تساوي 30 على 30؟ ليس هناك إلا قيمة واحدة وهي x تساوي 15. هنا الآن x تساوي 15. إذا حصلنا على الإحداثيات، هاي الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة التي تحقق المعادلة. طبعا سنستفيد من هذه الإحداثيات في الرسم البياني الذي سنستخدمه في الوصول إلى الحل الأمثل كما ذكرت. فإذا هذه الإحداثيات، إذا الإحداثيات x 40، وهنا يعني x تساوي 40 بتكون y تساوي صفرا، وy تساوي 20 عندما x تساوي صفر. والإحداثية المعادلة الثانية x تساوي 10 y تساوي صفر، وفي بالنسبة ل y x تساوي صفر و 30. يعني هنا الآن الإحداثيات الأفقية وهي الإحداثيات العمودية. فلاحظوا لي الإحداثيات الأفقية بتكون فقط على الأفق، إذا x 40 10 15، لكن y بتكون صفر صفر صفر. أما الإحداثيات العمودية التي سأبينها إن شاء الله بعد قليل، بكون x تساوي 0 0 0 لكن y تساوي 20 30 20. نتابع الآن بالتمثيل البياني بإذن الله حتى نكون نستخدم هذه الإحداثيات.
أرجو طبعا الانتباه على كل كلمة وكل يعني فكرة نطرحها هنا. نتابع بإذن الله. التمثيل البياني هنا الآن اللام متساويات، لاحظوا لي هنا نصف x زائد y أقل من، إذا الاتجاه نحو نقطة الأصل، أقل من أو تساوي 20. هنا 1.5 x زائد نصف y أكبر من أو تساوي 15، إذا عكس نقطة الأصل. وهنا 2 x زائد 1.5 y أكبر من أو تساوي 30، إذا عكس. وهنا كل القيم ل x و y يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفر. هاي الآن المتساويات، نصف x زائد y تساوي 20، 1.5 x زائد نصف y كما ذكرنا قبل قليل تساوي 15، 2 x زائد 1.5 y تساوي 30. فقط يعني أعدنا كتابتها ثاني مرة، وهذه القيود أو عفوا الإحداثيات التي حسبناها قبل قليل. فالآن نستخدم التمثيل البياني. هنا على المحور الأفقي x، على المحور العمودي y. لاحظوا لي الآن هذا القيد، عندما كانت y تساوي 20 لكن x تساوي 40. لاحظوا لي هنا 20 و 40، هنا y تساوي صفرا وهنا x تساوي صفرا. لاحظوا لي هاي أنا استخدمت هاي الإحداثيات، هاي 40 وصفر هنا وهنا صفر وعشرين. هذا القيد بنسميه القيد ألف، هنا ألف لهذا القيد، يعني يجب علينا أن نسمي القيود حتى ما ننسى. نيجي الآن على المعادلة الثانية هنا، هذا الآن عندما كانت X تساوي 10 كانت Y تساوي صفرا، وعندما كانت X تساوي صفرا كانت Y تساوي 30. إذن هذه 30 وهذه 10، هذا القيد هو قيد باء. وأخيرا الآن القيد الأخير هذا، عندما كانت x تساوي 15 كانت y تساوي صفرا، وعندي عندما كانت x تساوي عفوا عندما كانت x تساوي 15 كانت y تساوي صفرا، وعندما كانت x تساوي صفرا كانت y تساوي 20. إذن هنا بلتقوا هذا المنحنى مع المنحنى، إذن هنا النقطة 15 20، هذا القيد جيم. لاحظوا لي إذن يعني هذه المنطقة هنا، الشكل الرباعي هذا غير المنتظم، هذا ضلع وهذا ضلع وهذا ضلع وهذا الضلع الصغير هنا هي المنطقة التي نبحث عنها. لأنه لماذا هنا القيد هذا بقول لي نصف x زائد y أقل من أو تساوي 20، إذن الضغط نحو نقطة الأصل. وهنا 1.5 x زائد نصف y أكبر من أو تساوي 15، إذن الضغط إلى الأعلى. وهنا كذلك الأمر 2 x زائد 1.5 y أكبر من أو تساوي 30، إذن الضغط إلى الأعلى. وبالتالي الآن المنطقة التي نحتاج أن نبين أنها أقل ما يمكن ما هي، هذه المنطقة الخضراء المظللة بالأخضر هنا. هنا الآن هاي نسميها إحنا المجموعة الممكنة، feasible set هي المجموعة الممكنة، أي أي قيمة فيها طبعا يعني عفوا واحدة من القيم داخل هذه المجموعة الممكنة هي التي تجعل الدالة زي هذه أقل ما يمكن. الله أكبر، بإذن الظهر في عمان، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا لاحظوني هنا السهم هذا، هذا السهم الأسود بقول لي إنه القيد هذا بقول لي نحو نقطة الأصل، والقيد بالنسبة للقيد باء إلى الأعلى، ثم القيد جيم إلى الأعلى، وبالتالي فعلا هنا المنطقة محصورة هون حسب هنا. طبعا هنا نحو نقطة الأصل لأنه أقل من أو تساوي، وهنا بعيد عن نقطة الأصل لأنها أكبر من أو تساوي، أكبر من أو تساوي، وهنا بعيد عن نقطة الأصل لأنها أكبر من أو تساوي. فالآن السؤال نحتاج إلى تحديد النقاط. إذن هاي الآن أول نقطة، نقطة تقاطع بنسميها الآن نقطة دال، وهاي النقطة الثانية بنسميها ها، وهاي النقطة الثالثة بنسميها واو، والنقطة الرابعة والأخيرة زين. إذن دال ها واو زين، أوكي، عكس عقارب الساعة، دال ها واو زين هي النقاط التي يجب أن يعني نحددها. إحنا تعرفنا قبل قليل على إحداثيات هذه وهذه، هي البسيطة لأن هون 40 وصفر وهي 15 وصفر، فيش أبسط منها. لكن نحتاج إلى معرفة هذه النقطة يعني إحداثياتها بالضبط، هذا ما يعني بالآن حتى نتعرف على إحداثيات ها ودال يجب علينا أن نحل معادلتين. هنا معادلة هذه يعني القيد ألف مع القيد باء، ثم القيد باء مع القيد جيم. إذن هنا تحديد إحداثيات النقطتين ها ودال، لأنه هذول معروفات،
هنا 40 و0 وهنا 10 عفوا هنا 15 و0. يعني هنا 40 و0 هذه و15 و0 هنا جاية على المحور الأفقي، لأن المحور العمودي هنا هاي وهذه نحتاج إلى تحديث إحداثيات النقطتين ها ودال. كيف الآن؟ عند تقاطع جيم مع باء، يعني هذا القيد وهذا القيد عندما يتقاطعان عند هذه النقطة، لاحظوا عند هذه النقطة اللي هي، تكون المعادلتان متساويتين. بصير عندي اللي هي المعادلة، معادلة بالحالة هاي جيم مع باء، هاي الآن 1.5 اكس زائد نصف واي تساوي 15 واثنين اكس زائد 1.5 واي تساوي 30. هنا الآن حولناها من المتساويات، يعني نحتاج إلى قلم وورقة، نريد من الطالب والمتابع أن يمسك بورقة وقلم ويحل هاتين المعادلتين حلا آنيا. بحل المعادلتين آنيا ينتج الزوج المرتب 6 و12، إذا بتكون X تساوي 6 و Y تساوي 12. أوكي، هذه إذن، وعفوا إذن هنا هذه النقطة 6 و12، الآن سأحددها. وإذا الآن حتى نحدد الإحداثية دال بالطريقة ذاتها، يؤدي تقاطع ألف مع باء، هنا هاي ألف مع باء اللي هي عند النقطة دال، بكون بالحالة هاي نصف X زائد Y تساوي 20 كما ذكرناه هنا، وتساوي 1.5 X زائد نصف Y تساوي 15. نقوم الآن بحل هاتين المعادلتين حلا آنيا، فينتج الزوج المرتب 4 و18. إذن لدينا الآن الإحداثيات التي نحتاجها كي نتعرف على أي واحدة منها التي تجعل هذه المساحة أقل ما يمكن. الآن هذا 40 و0 من هنا حسبنا هنا أبسط إشي، وهذه الآن 15 و0، لكن هذه هي عبارة عن 6 و12، وأخيرا هنا اللي هي 4 و18. تعرفنا عليها بكل بساطة. هنا طبعا هذه النقطة ها والنقطة دال احتجنا فيهما إلى حل المعادلتين الآنيتين، هذه المعادلة وهذه المعادلة، وهنا إلى حل هاتين المعادلتين. هذه المعادلة مع المعادلة أنتجت الأولى 6 و12 والثانية 4 و18. أخيرا الآن نقوم بتعويض كل زوج مرتب على حدة في المعادلة زي التي نريد أو نحتاج إلى تقليلها. زي تساوي 10x + 5y اللي هي objective function، هذا هو الهدف من كل المسألة. ما هي القيم التي يجب أن تأخذها x وتأخذها y حتى تكون زي أقل ما يمكن؟ نقوم بالتعويض، لكن قبل التعويض أذكر الآن بالإحداثيات. هذا القيد الأول ألف، ثم هذا القيد الثاني باء، ثم القيد الثالث والأخير جيم، والمنطقة اللي بنبحث عنها هي المنطقة هذه، النقاط هي هذه النقطة الأولى دال، نقطة الثانية ها، نقطة الثالثة واو، ونقطة هنا زين دال ها واو زين. وهنا الآن هذه الإحداثيات 40 و0، هذه الإحداثيات 15 و0، هنا الإحداثيات 6 و12، وأخيرا الإحداثيات 4 و18. نقوم الآن بتعويض كل واحدة من هذه الإحداثيات هنا في الدالة، يعني بدل X مثلا نحتاج أن نعوض 40 عن X و0 عن Y. إذن 10 ضرب 40 زائد 5 في 0، فإذن أول واحدة نعوض زوج مرتب زين، هذه نبدأ بالأولى زين. هنا زي هذه الأوبجكتيف فانكشن تساوي 10x + 5y، نقوم بالتعويض عن x بمقدار 40، هذه 40 زائد 5y، لكن y تساوي 0 إذا تساوي 400، فزي هنا تساوي 400 إذا قمنا بتعويض هذا الزوج المرتب. الآن الزوج المرتب واو هنا نعوض عن x ب15 وواي بصفر، فتنتج الآن زي تساوي 10x بدل x وضعنا 15 زائد 5y بدل y وضعنا 0، فإذا تساوي 150. لاحظوا هنا 400 قيمة الدالة، وهنا قيمة الدالة تساوي 150. قبل الأخير هذه نعوض الزوج المرتب ها، هذه الآن نضع الآن بدل x تساوي 6 وواي 12، لاحظوا لي 10 في x اللي هي x تساوي 6
وخمسة في واي بدل واي تساوي 12، إذن أعطتني 120. وأخيرا نعوض عن زود مرتب د اللي هو 4 و18، عند التعويض 4 هنا و18 هنا أعطتنا قيمة الدال اللي هنا 130. ننظر الآن، هاي 400، هاي 150، هاي 130، هاي 120. ما هي أصغر قيمة وأقل قيمة التي هي هذه القيمة؟ لاحظوا الزيت تساوي 120، هي أقل من 400، هي أقل من 150، هي أقل من 130، ما يعني بأن X تساوي 6 وY تساوي 12 هما القيمتان اللتان تجعلان زي هذه الدالة أقل ما يمكن. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، ممكن اليوم أو غدا بإذن الله أن أنشر المقدمة رقم 2 على البرمجة الخطية حول الحدود اللانهائية، عدد لا نهائي من الحلول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.